داكشي ديال الله اختي، داكشي ديال التلوث. لا داكشي الحكمه الالهيه، ما عندنا فين ندخلوا في داكشي. الشتا ما طاحتش حيت كثر الفساد. أه؟ الناس اللي كتقول لك الشتا ما طاحتش حيت كثر الفساد. لا داكشي ديال الله، ماشي احنا دايجين في وجه الصبيان، دايجين في وجه الصبيان وهذوك الناس الكبار هما فاش دايجين، ودوك البكمات اللي ما عارفين والو. هما الا جيتي تشوفي في عيننا، في عيننا واعرين، يلا يستر الله يدوزنا من فضلو. هادشي اللي نطلبوه الله. كاين التلوث فهمتي، هادشي ديال الطوموبيلات وفهمتي الطوبيسات والمصانع وداك الشيء، وكاينه حاجه اخرى عاوتاني ديال الله سبحانه وتعالى فهمتي، يعني راه هو داك الشيء ديالو كيتحكم فيه الله سبحانه وتعالى. ما تيحب في الناس ما راه تيديروا الناس شي حوايج اللي قال لك حتى الحيوانات تتشكم الانسان تيدير، تيعصى الله سبحانه وتعالى، وذاك العصيان ديالو هو اللي تيسبب في المجاعه ديال الحيوان. ودابا حنا دابا عندنا في المغرب نقص الماء في الارض، لان الشتا ما بقاش تنزل، وهذا الشيء تعرفوا نصار دابا مع ذاك الجو، مع ذاك الاجتماع اللي وقع في مراكش، من اجل باش ينقصوا من هذاك التلوث، باش ذاك الاحتباس الحراري ما يكونش في الجو، باش تعقب الطبيعه كي كانت. ولو ان الله سبحانه وتعالى تيقول لنا ظهر الفساد في البري والبحري، دابا حتى في الجوي. كل شيء ديال الله سبحانه وتعالى، ولكن كاين بعض الاسباب الانسان تيكون هو سبب مباشر في هذا الشيء. نعطيك مثلا البارح انا كنت في المحمديه، راه يمكن نقول لك هذاك الدخان ديال اللوزين ديال الحديد اللي كاين تمايا، الله اعلم اكثر من 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 هذاك من الضباب اللي خلق الله سبحانه وتعالى في الطبيعه. تعرف تما راه ما تقدرش تعيش، لان حتى الغابه تتموت تمايا باش بالتدخل ديال الانسان، لان يعني الانسان التدخل ديال الانسان اصبحت غير مستقيمه كيف ما تيقول، بواحد الطريقه عشوائيه، بلا ما يفكر الانسان تيبدا يدير شي حوايج ما كيفكرش في الاخر. هذا امر ديال الله اللي تيتحكم في هذا الشيء هو الله، ولكن كاين عوامل اخرى، كاين عوامل اللي كيصنعها الانسان نفسه. بحال هادشي ديال الحروب وديال التلوث وهادشي ديال المعامير والادخنه اللي كتخرج، هذه كلها مسائل كلها كتلوث الجو، والتقلبات ديال الجو تخضع هذا بطبيعه الحال تخضع هادشي، لان ذاك الغلاف الجوي ما كيبقاش محتفظ على ذاك الصفه ديالو الاولى النبلونه، كيبقى مع التلوث وهادشي تيفقد ديك الصفه الاولى ديالو وكيولي ملوث الجو. هي القضيه تنشوف عندها جوج الجوانب، كاين اللي عنده اللي هو ديال الله عندنا ما نديرو فيه، وكاين الشطر الثاني هو عنده علاقة بالمناخ بالاحتباس الحراري وبخور من الأوزون اللي خلق واحد قلب الجو كامل، يعني وقت الشتاء ولا الصيف، وقت الصيف ولا الشتاء، يعني ذاك التوازن البيئي ما بقاش من هذا التلوث ومن هذا من دوك الغازات السامه ومن اسمو هما تيسبوا في واحد في الخرم ديال الاوزون اللي عطى هذا اللي عطى هذا المناخ الجديد كما تنقولوا. دو هذا كان ديرنييرمون هنا في مراكش كان الكوب 22 على هذه القضيه هذه، باش ندرسوا شنو الوسائل اللي خصنا نديروا باش نحاربوا هذا الشيء، باش ما يبقاش هذا التلوث. هذا الشيء السبب ديالو الفساد ومنكر بزاف، فهمت هذا الشيء علاش؟ لا هذيك افكار بدائيه بزايد ما عندها حتى شي تاثير، لان هذوك الكلام ديال والدينا حنا العرب هو اللي خلانا هكايا. هذيك عريانه ولا هذاك عريان، ولا هذاك يشرب لي كمية الحشيش، ولا هذاك تيكمي الكيف، ولا هذاك يشرب ماحيه، هذوك حوايج اخرين. اما الطبيعه الله سبحانه وتعالى متحكم فيها، عم الانسان خصو يعرف كيفاش يتدخل، يحاول يساهم في النظافه ديال البيئه، ما يساهمش فاش يلوث البيئه، لان هذا الشيء حرام، ماشي عيب، راه حرام الانسان يلوث البيئه بحال هاد الوزينات اللي كيكونوا بحال هذا الشيء اللي عندنا في المغرب ديالنا حنايا. بصراحه انا بحث محمد راه داك الشيء يندل له الجبين صراحه. بنادم كون كان محترم راسه وداك الشيء ربي راه ما غير، دابا ربي ما ناسيناش الحمد لله ونشكره، كندوزوا على وجه الدراري الصغار وعلى الناس الكبار والحمد لله، وعلى قبل هذوك الحيوانات مساكن اللي كيرعاو في الزنقه، وكنتمناهم الله يرحمنا. راه بنادم كما قلت لك داك الشيء ديال الله، راه ملي كيبغي الوقت اللي كتجي تصب فيه الشتا واحد ما غيحبسها، الوقت اللي كيحبسها ربي حتى واحد ما غيصبب علينا من الفوق. ما تنظنش انا بارابور ما تنشوفش بانه عنده علاقه، فساد على كل عموم، هذا كل واحد مسؤول امام الله، لا يتحاسب معاه، ما غاديش يحيد لنا الجوع على قبل الفساد، هذا كنت نشوف انا.